أستاذ مسعود، أنا لحد دلوقتي مش فاهمة إيه سبب الميتنج ده؟ أنا راجل عملي، فهقول لك الأوفر اللي عندي من غير ما ألف وأدور. وظيفة بمرتب ثابت في أي مكان تختاريه هنا، مع أوبشن إنك تسافري وترجعي براحتك عشان تكملي رسالة الدكتوراه بتاعتك اللي بتعمليها في لندن. وهقعد كمان مع طليقك وهحل لك معاك كل مشاكلك، وهضمن لك إن سيف يفضل معاكي. بس كل الحاجات الحلوة دي مقابل حاجة واحدة. أيوة، إيه هي بقى الحاجة دي؟ ولا هي صعبة قوي عشان كده سكت كتير؟ بالعكس، دي بسيطة جدا ومش هتاخد منك أكتر من 10 دقايق. إيه؟ بما إن الوالد عامل لك توكيل عام رسمي، فأنت هتمضي لي على عقد بيع الأرض والمدرسة بس. تصدق إن أنا كنت ناسية موضوع التوكيل ده؟ كويس قوي إنك فكرتني بيه. إنما أنت عرفت الموضوع ده منين؟ أنا عادة ما حدش بيسألني الأسئلة دي. مش عايزك تقلقي خالص، أي حاجة ناسيها أنا هفكرك بيها. زي مثلاً إن دلال عمرها ما نجحت في مشروع، وإن أنا وإنتي عارفين إن المدرسة دي هتتقفل. عارف لو كنت قلتلي الكلام ده قبل القعدة دي كنت صدقتك، إنما كونك طلعت داتا عني وعن عيلتي وعن مشاكلي وطلبتني في ميتينج، ده معناه إن أنت عندك شكوك كتيرة إن دلال ممكن تنجح. صدقيني الموضوع ملوش علاقة تماماً، مع كامل احترامي طبعاً، للهبل اللي أنت بتقوليه ده. دلال مش هتنجح يعني مش هتنجح. إدارة مدرسة يا مدام رجاء حاجة مش سهلة خالص. عايزة فلوس، خبرة، إمكانيات، علاقات، ودلال مش هتعرف تعمل ده. أمال حضرتك بتعمل كده ليه؟ معاكي نضارة شمس؟ طبعا. ممكن اشوفها؟ حلوة النضارة دي، ذوقك ولا جايلك هدية؟ لا ذوقي، جبتها من لندن اخر سفرية. اخر سؤال ليه علاقة بالنقطة دي، فاكرة اشتريتيها بكام؟ كان في عليها اوفر كانت نازلة ب 350. عمرك اشتغلتي او قريتي في بيزنس بيع نظارات الشمس؟ لا. طيب يؤسفني بقى اقول لك ان النظاره دي ثمنها ما يعديش ال 45 دولار. يعني ايه؟ اصلا سعرها الحقيقي معدي ال 500 يورو. ما بغلطتكيش على فكره، بس انا بقول لك ان تكلفتها ما يعديش ال 45 دولار. ده ببساطه عشان شركه لكساتي كانت سيطره على 70% من مصانع واماكن بيع وتوزيع النظارات في العالم كله. فهي بتبيع لك النضارة بالسعر المناسب ليها، برايس ميكر يعني. في 2008 بقى يا ستي شركة أوكلي قررت تخش سوق صناعة النضارات الشمس، بس قالت أنا هخش بهامش ربح بسيط. يعني كانت فاكرة إن هي لما تبيع بسعر قليل هتبيع أكتر فهتكسب أكتر. ما كانتش فاهمة إن كل سوق ليه كبير. شركة لكساتيكا كلمتهم قالت لهم يا تبيعوا بسعرنا يا إما مش هتلاقوا حد يتعامل معاكم. معلش أنا آسفة، وأنا إيه علاقتي بكل الحكاية دي؟ ايه ده؟ اوعى تكوني مش بتحب الحكايات. لا هزعل بجد، هيأثر على مستقبل شغلنا سوا. ها؟ عموما انا خلاص يعني مش فاضل كتير. شركة اوكلي عندت، قالت انا مش هعلي اسعاري. ما لقيتش ولا محل ولا شركة عشان خاطر يشتروا منها منتجاتها. عندت اكتر، قالت انا هبيع بشكل منفرد. كانت ايه النتيجة؟ اسهم الشركة بقت في الارض وخسروا فلوس كتير قوي. مين دخل واشترى الشركة؟ لا مش محتاجة زكاوة، لوكساتيكا طبعا. بالظبط، واضح ان الحكاية عجبتك. عارفة بقى انا بحكي لك الحكاية دي ليه؟ عشان اقول لك ان انا مش قلقان من نجاح دلال خالص. دلال كده كده هتفشل، بس انا عايز اشتري المدرسة دي عشان دي تبقى رسالة لأي حد عايز يخش السوق ده، يبقى فاهم ان السوق ده ليه كبير، والكبير ده يبقى انا. اوليجوبولي يعني؟ مش بالمعنى الحرفي، بس بيزنس المدارس ده بيزنس عادي زيه زي اي بيزنس. نختلف في المناهج، نختلف في المدرسين، لكن نختلف في الاسعار خالص مش مسموح ومش هنسمح. وعلى فكره انا رحت لدلال والفيروز وقلت لهم اشارككم بشروطي وهم اللي رفضوا. بس شكلك كده عقل من اختك، وانا متاكد يا مدام رجاء انك هتشوفي ايه اللي في مصلحه العيله وفي مصلحه سيف وهتعمليها. طيب تو
ريكاب على الكونفرسيشن الكبيرة دي، ببساطة المطلوب مني إن أنا أخون ثقة أبويا فيا وأبيع لك بالتوكيل الأرض بالفيلا اللي اتعملت مدرسة، صح؟ وليه نسميها كده؟ احنا ممكن نسميها انك بتنقذي اخر فلوس يملكها الوالد من جنان دلال اختك. طبعا انت عارفه ظروف والدك الماليه، مش انا اللي هقول لك عليها يعني. دلال لو ما قدرتش تدفع الاقساط، البنك هيحجز على المدرسه بالارض وهتتاخد منكم وببلاش. ليه بقى؟ في النقطه دي حضرتك عندك حق، ما اقدرش انكر، بس انا برضو محتاجه شويه وقت افكر. معاكي اسبوع، ووعد مني طول الأسبوع ده مش هعمل أي حاجة تضر المدرسة، بس لو الأسبوع خلص وما جاليش الرد اللي أنا عاوزه، أنا آسف، رد فعلي يعني مش لطيف خالص. طب بقول لحضرتك إيه؟ نبرة التهديد اللي بتستخدمها دي مع شخص زي عادة بتجيب نتيجة عكسية، فيعني مفيش داعي تخليني أعند، وسيب لي الوقت اللي أنا محتاجاه عشان أفكر. اتفقنا؟ فرصة سعيدة. باي باي.